فوت احكي مع الشيخ وقول له بدنا نحكي معك موضوع ضروري. حاضر سيدي. شو قولك؟ بتزبط أبو بده يخجلنا؟ بتزبط، بس انت ما بتحكي ولا كلمه، اتركني انا اتصرف. مين له نفس يحكي اساسا؟ السلام عليكم. وعليكم السلام شيخي. بعتذر شيخنا اني ما دخلت لعندك وغلبتك بالطلعه، بس الحديث اللي بدي اقول لك يا طويل ما بتزبط ينحكى جوا حرم الجامع. ولا يهمك، امرني. ما يأمر عليك ظالم، انت بتأمر الكل. العفو. بصراحه في عنا مشكله وما لها حل بدون مساعدتك. تفضل يا ابني. شو الموضوع؟ ترجاك تنسى انه في ضابط عم بيحكي معك. فيك ترفض بكل بساطه وبقول لك يكتر خيرك، وفيك تقول لي تكرم جاهز للمساعده. اذا بقدر ان شاء الله ما بقصر. بارك الله فيك. مولانا معنا بسيارة دفن الموتى تابوت لشخص تنفس فيه حكم بالإعدام. يلا شباب نزلوا التابوت خلينا نغسل المرحوم. السلام عليكم. وعليكم السلام ورحمة الله. وعليكم السلام، بركاتك يا شيخ حسين. الله يبارك فيك. ذكرني بالاسم. سمير الاسبر من جنوب لبنان يا مولانا. والنعم منك عمي سمير. ما في داعي نغسل الجسم. أنا عملت الواجب وزيادة. كيف ما في داعي؟ غسلته شيخنا؟ طبعا غسلته. منظر جثة ما بيسر الخاطر. إذا طلعناه من التابوت إخواته بدهم يشوفوه، وأنا ما بفضل هالشي. بس هيدا حقهم يا شيخ، حقهم. هيدي نظرة وداع. طبعا حقهم، بس لو شفت المنظر كنت فهمت علي. أنا جيت كل هالمسافة لحتى خلي إخواته محافظين على صورته الحلوة بذاكرتهم. طيب شو بتأمر هلأ شيخنا؟ صرنا ماشيين ساعات، وتصور إكرام الميت دفنه. بس أهل ضيعته طلعوا أكلين نكرين يا شيخ. قال شو؟ لا بيتغسل لا بيندفن مقبرة الضيعة. وهذا الكلام بده رد شيخنا. ليكنا ردينا. أنا جيت كل هالمسافة لصلي عليه بعد ما غسلته بإيدي، وأنت وأهل الخير اللي جايين كمان ما قصرتوا، وبهالشكل بنكون عملنا أنبل وأكرم رد. يلا عمي سمير خلينا نمشي هالجنازة بيسر وسهولة، وندفن التابوت بدل ما نطلع الجثة، إكراما وحفاظا على مشاعر أهله. مثل ما بتأمر شيخنا، مع أنه والله كنت حابب وده. كلنا حابين نوده، بس اللي عم بيقوله الشيخ هو الصح. صدقني ما راح تتحمل هالمنظر. إذا راح أبدأني هالمرة ولا تشوف إلا ذاكرتك الحلوة. وبالآخر الشوفة لا بتقدم ولا بتأخر، بالعكس الصورة الحلوة لازم تضل حلوة. يلا يا شباب خلي التابوت يودع البيت. أجروا أجروا. على مهل يا شباب على مهل. وحد الله يا عباد الله. لا إله إلا الله. بس هالكم زلمة من الضيعة عن جد يا عيب الشم. يا أخي شو بدنا نعمل؟ هاد نصيبنا. بس صدقني جيتكم وكفت ووفت. لا يا رجل، هيدا أبو رضا الغالي اللي كان مفضل على الكل. أتاري صحيح لما يموت الإنسان بموت خيره معه، ما بيبقى إلا الأصيل بينفضح قليل الأصل.
ايه ما تمسافر؟ خيي سهال انا ما بقى مسافر. من شي ست اشهر جبت مرتي واولادي قعدت جنبكم عند الغربيه. اهلين اهلين فيك حبيبي. نور شكرا. امشي 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 وشغل تفضل. علي اجرك يا سمير يا ابن الاصول. بس والله ما في داعي لكل اللي عم تعمله. شوف ما حدا رح يجي من اهل الضيعه. بلا في داعي لكل شيء يا سهال. ان اجى حدا ولا 60 عمره اذا حدا بيجي. خيي من الاخر بدي اعمل عزاء اسبوع كامل ما ينقص ولا ساعه. الله يرحمك يا امير. اللي عم بصير ما بيتصدق والله. والله مش عارف كيف بدي اتشكرك يا سمير. على شو يا رجل؟ نحن اهل. بدل ما تتشكرني تعال نفذ معي اللي عم يدور ببالي. خير؟ بشو عم تفكر؟ عم فكر احرق بيوت الضيعه بيت بيت. لا يا رجل شو هالحكي؟ طول بالك يا اخي طول بالك، اللي صار طبيعي. اللي صار بعمره ما كان طبيعي، هيدي نظرة وداع لك يا خيي، والزلمة صار بديار الحق. شو بيخسر يجي يغضب خاطرنا ويودعوه بطريقة ما بتجرح؟ صحيح. سني كل فكرة إذا تصرفوا بهالطريقة بيكونوا عم ينتقموا من أمير. منن عارفين إنه عم يجرحوا أحبائه وأهله ويعذبون. والله ما عم صدق. معقول ما حدا إجا يعزينا؟ جد ما عم صدق. هذا اللي صار. والشيخ أبو إبراهيم استسلم لرغبات أهل الضيعة. معقول شيخ الضيعة وقال له كلمته بوطي راسه؟ يا أخي وصل معهم لطريق مسدود. شوف لو هاد رأيه ما كان مضطر يجي على الجنازة. أو يصر عليهم حتى أمير يندفن بمقبرة الضيعة. دخيلك على هالشرف الكبير. ما تنسى إنه أمير ابن الضيعة وهيدا أقل من حقه. اللي صار منيح. إيه والله لو بده يصير أي شيء غير اللي صار، كان بده يصير مجزرة بالضيعة. ما بدنا مجزرة ولا بدنا حدا يموت ولا حدا يفوت على السجن. أمير مات الله يرحمه. صار لازم هالقصة تخلص والكل يرتاح. مساء الخير عمي سارة. أهلين عمي. الله يرحم أخوك. بتعيش؟ عمي هذا المبلغ بتخلي سهيل يعطيه للفران. بدي الخبز بكره يتوزع على كل اهل الضيعه ببلاش عن روح المرحوم. طبعا اللي ما بده هو حر يصطفل، بس نحن بنعمل اللي علينا. شكرا كثير بس نحن معنا مصاري. يا عمي بسلامه خيركم. بعرف انه معكم مصاري بس انا حابب وزع حسني عن روح المرحوم، مو من حقي. كتر خيرك. الله يرحمه. كان شبه لكل الشباب. روح حاله بفرط غضب. عمي سارة بترجاكي تفهمي ربا وتقولي لها انه ابو ابراهيم ما بيستاهل نظرات الكره منا. وحياة من طعمني نعمة البصر يا بنتي. اني بحبكم مثل بناتي. ماشي عمي بس ليش ما بتعطي انت المبلغ للفران؟ يا عمي ما بدي يكون بالواجهة. طولوا بالكن علي بس لتهدى فورة الغضب. عم تفهميني يا عمي؟ خير؟ طمني دكتور. مع القلب شر. هلا بعد الابره رح ترتاح وتنام. يا حرام كل الوقت تصرخ من وجع راسها. طبيعي ما هو اللي صار فيها بهالكام يوم بهد جبل. الله يخليك ما تواخذني. فيقتك وعذبتك بهالليل. شو هالحكي يا رجل؟ المهم انها ارتاحت ورح تسحبها نومه طويله. معناتها لازم ودي ولاد اخوها لعند عمتهم. هود الاولاد بيوعوا بكير ممكن يضايقوها. ايه ممتازه كثير وبهالحاله بتفيق على راحتها وبدون اي تشويش. تفضل تفضل. مساء الخير. مساء النور يا حبيباتي. شو تقتلكم؟
دخيل ربكم. يلا سبقوني لجوف. طيب يلا بدك شيء؟ بلا عاوزتك شوي. خير شو في؟ هدول اعطاني اياهم الشيخ ابو ابراهيم مشان نعطيهم للفرن مشان يوزع خبز عن روح المرحوم. بس ما فهمت، ليش انا؟ ما انا حابب يظهر بالصورة. طيب ماشي. يلا تصبح على خير. كيف عروبة؟ منيحة. عملت ابري ونايمة بسابع نومي. رايح على الفرن بخاطرك. سلامات.